علشان البروسيس من واحد لاثنين ها تبقى ايزوثيرمال. تبقى ايه؟ ايزوثيرمال. هكمل الاكسبانشن بحاجه اسمها ايزوتروبيك بروسيس. ايه الايزوتروبيك بروسيس؟ قلناها قبل كده. في الايزوتروبيك بروسيس حاجتين بيحصل. اول حاجه ان انا مفيش حراره داخله ولا خارجه. تاني حاجه ان مفيش فريكشن. يبقى الاثنين ايه؟ وعشان كده الايزوتروبيك بروسيس دي ريفرسبل بروسيس، مفيش فريكشن ومفيش حراره داخله ولا خارجه. ها؟ يعني التغير في الانتروبي بتساوي صفر. التغير في الانتروبي بتساوي ايه؟ دي كلمه الايزوتروبيك. الانتروبي بتجي رمز اس. يبقى دلتا اس بتساوي ايه؟ صفر. بتساوي صفر. يعني انا لو حبيت امثل البروسيس دي على درجة الحرارة مع الانتروبي هلاقي ايه؟ البروسيس من واحد لاثنين ايزوثيرمال، يعني درجة الحرارة هنا درجة دي هنا بتبقى ايار بلاش بسميها تي اتش. يبقى من واحد لاثنين درجة الحرارة ثابتة وهي بتساوي ايه؟ تي اتش. بتساوي ايه؟ تي اتش. من اثنين لثلاثة دلتا اس بتساوي صفر، يعني ايه؟ الانتروبي عند اثنين تساوي الانتروبي عند ثلاثة. ودي برضه ريفرسبل بروسيس. طب انا وصلت فين؟ وصلت عملت اكسبانشن من واحد لاثنين وكملته من اثنين لثلاثة. واحد ايزوثيرمال ده ريفرسبل، والثاني من اثنين لثلاثة ايزوتروبيك، يعني مفيش فريكشن ومفيش هيت ترانسفير لا داخل ولا خارج. طب عايز ارجع تاني عشان تبقى سايكل، ما انا مش هقدر اعمل اكسبانشن على طول، لازم اعمل بقى كومبريشن. هعمل ايه؟ هعمل ايزوثيرمال كومبريشن. اي كومبريشن بيحصل ايه في درجه الحراره؟ بتتقرب من بعضها. يعني النمبر اوف كوليجن بيزيد، يعني درجه الحراره تزيد. طب عايز اخليها ست اعمل ايه؟ القطر اتحرر، يبقى هنا في كيو، دي هسميها كيو اتش ودي هسميها كيو اتش. عشان اكمل السايكل لازم ارجع للانيشال ستيت. ها؟ عملت ايه هنا؟ ايزوثيرمال كومبريشن، وهنا ايزوتروبيك كومبريشن او ايزوتروبيك كومبريشن. منين؟ من 4 ل 1. اكمل السايكل هنا من 3 ل 4 تي ال ايزوثيرمال، مش كده؟ ومن 4 ل 1 كومبريشن برضه. يبقى دي السايكل على التي اس دايجرام، ودي السايكل على البي في دايجرام. والاربعه بروسيسز ريفرس. ريفرس. خلاص؟ الاربعه بروسيسز ريفرس. يا عم كارنوت انت بتقول دي اعلى افشنسي، كام يعني؟ قال لك تعالى شوف الافشنسي بتساوي ايه؟ الافشنسي بتساوي ايه؟ بتساوي الداخل على ديزاير اوت بوت. هي ايه؟ ديزاير اوت بوت الورك. مش انا عندي هنا اكسبانشن، يعني في ورك، في تو وركس، واحد من واحد لاثنين والتاني من اثنين لثلاثه، مش كده؟ يبقى كانه عباره عن الورك نت. والورك نت هنا عباره عن ايه؟ مش انا عندي هنا ده الورك اللي انا باخده وده الورك اللي انا بتجيه، والورك اللي جوه المنحنى ده مش هو النتورك؟ يعني ده بيفنت اللي هي فين؟ اللي هي الورك جوه المنحنى. تمام. مش الاكسبانشن ده، يعني انا باخد الورك من السيستم، مش ده اكسبانشن؟ وده اكسبانشن؟ المساحه تحت المنحنى ده وده هي ايه؟ الورك نت. قلت انا بقى طب كومبريشن اعمل كومبريشن من 3 ل 4 من 4 ل 1 مش كده؟ طب الفرق بين الورك اكسبانشن والورك كومبريشن هو مين؟ هو الورك جوه ايه؟ جوه المنحنى المتضاول. يبقى ده الورك ايه؟ نت. على مين؟ على كيو ان. فين كيو ان؟ اللي هي كيو اتش اللي هي مين؟ كيو. طب لو حبيت ارسم الانرجي بالانس بتاع الكلام ده اعمل ايه؟ تعال نشوف، هو نفس الهيت انجن سايكل، يبقى ده عباره عن ايه؟ انرجي بالانس. اجي الهيت انجن بتاعت مين؟ بتاعت كارنوت. مش باخد الحراره من هاي تمبريتشر ريزرفوار تي اتش، باخد كيو اتش.
هطلع ورك نفسي. وهنا كيو ال كيو ال تروح للود بريشر ديبارتي ال مش كده؟ والافشنسي بتساوي ايه يا استاذ؟ ورك نت. ها؟ الورك نت على ورك نت على كيو ال من الانرجي بالانس. ورك نت بتساوي ايه؟ بتساوي كيو اتش ناقص كيو ال. يبقى كانه الورك نت عباره عن كيو اتش ناقص كيو ال على مين؟ على كيو ان او كيو اتش. يعني كانها بتساوي واحد ناقص كيو اتش على كيو اتش. تعال نشوف هنا من التي اس دايجرام ده كيو ان او كيو اتش وده كيو ان. تعريف الانتروبي هي مش كيو على التمبريتشر. يبقى التغير في الانتروبي يعني دلتا اس من 1 ل 2 هي عباره عن كيو اتش على التمبريتشر تي اتش. وكيو ال على تي ال هي عباره عن ايه؟ الانتروبي من ايه؟ 3 على 4. يعني اقدر اقول ايه؟ بتساوي 1 ناقص كيو ال اللي هي هنا عندي دلتا اس منين؟ من 3 ل 4 دلتا اس من 3 ل 4 في مين؟ في جي ال. وفي اتش هي عباره عن ايه؟ دلتا اس من 1 ل 2 من 1 ل 2 في مين؟ في اتش. مش جي يعني اس 2 ناقص اس 1 بتساوي اس 3 ناقص اس 4 يعني اقدر اشيل جي مع جي يعني كانها بتساوي 1 ناقص ايه؟ جي ال على جي اتش. ده الافشنسي بتاع الكارنوت ما بتعتمدش على الورك نت وعلى درجة الحرارة. بتعتمد على درجات الحرارة بتاعة مين؟ بتاعة اللو تمبريتشر ريزرفوار والهاي تمبريتشر ريزرفوار. يبقى لما اجي اطلع الافشنسي بتاع الكارنوت اشوف تي ال بكام وتي اتش بكام هيدوني قيمة مش كده؟ التي ال والتي اتش اطرحهم من واحد ها الافشنسي دي هي اعلى افشنسي ممكن. ناخد مثال افرض انا عندي تي ال 27 درجه يعني 300 كلمه وهنا تي اتش عالي 2000 كلمه ها. يبقى لو عندي هيت انجن بتاع الكارنوت هنا الافشنسي بتاعتها كام؟ واحد ناقص 300 على 2000 على 2000. يلا كده حد يشوفها لي على الكالكوليتر بسرعه. يبقى الافشنسي ايه 17 على 20 كارنوت بتساوي 1 ناقص 300 على 2000 اللي هي كام في الميه؟ 17 على 20 يعني 85% 85%. يبقى اذا اللي بيحدد لي الافشنسي بتاع الكارنوت هي مين؟ درجات الحراره بتاعت اللو تمبريتشر ريزرفوار. لو انا عندي انجن شغاله بين الهاي تمبريتشر ريزرفوار عند درجه الحراره 2000 واللو تمبريتشر ريزرفوار 300 يبقى اعلى افشنسي اقدر اخدها هي مين؟ ال 85%. ممكن حد يجي يقول لي بقى اديني افشنسي اعلى منها؟ اقول له اسف مفيش افشنسي اعلى من كارنوت طالما انت شغال بالايه؟ بين التو تمبريتشر ريزرفوارز دول.